منذ عام 2013 وشيماء تعاني من أمراض عدة خاصة على مستوى العين والأذن. غياب التشخيص السليم فاقم حالة ابنة الحي المحمدي إلى أن رحلت للديار الإيطالية، وهناك اكتشفت الأسرة إصابة شيماء بمرض نادر لتبدأ رحلة علاج جديدة لم تنتهي إلى الآن بسبب غياب الإمكانات المادية. مزيد من التفاصيل نتابعها في روبورتاج لطاقم أخبار الناس. شيماء ملامح طفولية جميلة يغطيها المرض. منذ ولادتها ظهرت عليها تشوهات خلقية لم يعرف لها الأطباء تفسيرا. تحملت أسرتها الصغيرة عناء نقلها بين الأطباء، كل واحد يشخص فيها مرضا دون أن يعرف السبب الحقيقي وراء حالتها. تأثر سمعها وبصرها فلم تستطع لا السمع ولا الكلام، وفقدت عينها اليمنى، وتآكل أنفها وجزء من أذنها اليسرى. بدات انها كتجبد العين، كتبغي تحيدها شويه، بدات في هاد لابارتي شويه، في هاد لابارتي شويه، في الانف شويه، دات القروش ديال الانف. من تما كاينه وانا كنجيبها جريت بها 59 طبيب بدون جدوى. حتى لواحد النهار وصلت عند واحد الطبيب اللي الدكتور بوزوبع الله يذكره بالخير، ملي شاف الحاله ديال شيماء قال لي يا ريت ولو تكون الحاله ديالها في السمع وفي البصر. قال لي انا ما نقدرش نحدد لك الحاله ديالها. في ايطاليا اكتشف فيها الأطباء هذا المرض النادر متلازمة روبن، وهو عبارة عن حالة مرضية يعاني فيها الرضيع من تشوهات في الوجه تتمثل في فك سفلي أصغر من الحجم الطبيعي ولسان منسحب إلى الخلف، ما يسبب انسدادا في مجرى الهواء ويصعب التنفس. ويصيب هذا المرض حسب دراسة طبية طفلا من بين كل 800,500 طفل. اللي غنتفاجئ به انا هو ان الاطباء في ايطاليا ملي داروا لها الفحص الطبي وداروا لها لي غيم وداروا لها لي سكانير وداروا لها لي غاديو ولا زاناليز ولي زاناليز، كيقولوا لي بلي البنيته عندها مال فورماسيون اي باراليزي فاسيال. هذه وحده. ثاني حاجه كيقولوا لي عندها تشوه داخلي في الجهاز التنفسي ديالها وفي الفك ديالها. ثالث حاجة كيقولوا لي عندها واحد نوعية المرض اللي هو نوع غريب وقليل عندنا. شيماء رغم مرضها متمسكة بالحياة، هي مبدعة تتقن الرسم وتحاول اكتشاف العالم من حولها بذكاء. الأطباء يقولون أنه إن توفر لها العلاج فستتمكن من عيش حياة طبيعية، فيما يشكل هذا المرض خطرا على حياتها إن تأخر العلاج أكثر. شيماء في الانتظار وأسرتها متمسكة بآخر خيط أمل.